الحقيقه كما قلت الحكومه دارت واحد المجهود استثنائي يعني باش تعالج هذا الاحتقان ديال التعليم والاضرابات، واللي كان فيها نقاش بين التنسيقيات وبين النقابات، واللي التنسيقيات ما معترفاش يعني بالمخرجات ديال الحكومه والنقابات، ورغم ان الحكومه في الحقيقه خصت مبالغ يعني مهمه لنساء ورجال التعليم يعني يستاهلوا في الحقيقه يعني تسويه الوضعيه ديالهم والمعالجه يعني الماليه يعني الاوضاع ديال يعني ديال لي سالير ديالهم، لانهم الحقيقه تيشتغلوا وكاينين بعض الرجال والنساء اللي تيشتغلوا في ظروف صعبه في البوادي في القرى اللي هي معزوله واللي تيعاني يعني من مجموعه ديال الصعوبات. حنا في الحقيقه صفقنا وعجبنا الحال ونوهنا بالقرارات يعني الجريئه اللي خدتها الحكومه، رغم اننا حنا في الحقيقه كنا تنقولوا بان هذا الموضوع اللي طول واللي دوره بكاملها التلامذ ما قراوش كان في امكان الحكومه ويعني والتنسيقيات والنقابات والاساتذه انهم يلقاو صيغه وحلول قبل يعني ما تعقد الامور حتى لهذا المستوى، ولكن الان ضيعنا واحد الوقت طويل ويعني ومهم بالنسبه لوليداتنا، ولكن الان بعد هذه القرارات المهمه ديال الحكومه لا زال يعني الاحتجاجات مستمره. هنا تنجدوا في الحقيقه يعني الاساتذه تنجدهم يعني كفريق وكبرلمانيين وكبرلمان تنجدهم باش يستمروا يعني في المطالب ديالهم اللي مازال ما تحققتش، تنجدهم باش يستمروا يعني في السحب ديال النظام الاساسي اللي بالنسبه لهم هما يعني واحد الوثيقه اساسيه باغيين يعيدوا النظر فيها من الاول، متفقين جمله وتفصيلا، ولكن حبذا لو ان الاساتذه يعني عادوا للاقصى ديالهم واستفدوا معهم الوليدات المغاربه، راه 8 ديال المليون ديال التلامذ اللي في الان يعني خارج الحجرات وخارج الاقسام اللي خصهم يستفدوا من الاساتذه ويستمروا في النقاش ديالهم وفي الحوار ديالهم وفي المطالب ديالهم وفي الاحتجاجات ديالهم، لان الان هذه بلادنا وهاد وليداتنا والموضوع ديال التعليم هو موضوع الساعه، والتعليم هو الاساس. في الحقيقه انا ما يمكن لي نقول بعد هذا الشيء اللي دار كامل الا نشد الاساتذه باش يرجعوا للاقسام، وكذلك تنتمنى ان الحكومه يعني تناقش واذا دعت الضروره لما لا النقاش يكون بحضور النقابات والتنسيقيات، لان المهم هو الحل، لان الان ما بقيناش نقلبوا شكون اللي قانوني وشكون اللي غير قانوني، الا جينا نتكلموا على اللي قانوني وغير شكون اللي غير قانوني راه كاين مشكل حتى في النقابات، كاين مشكل يعني حتى في القانون المنظم للنقابات، ولهذا حبذا لو ان الكل جلس للطاوله من اجل يعني الخروج من هذا الوضع اللي هو متأزم. دابا بيني وبينك كاين اطراف كثيره ما باغياش الحل، ولكن المشكل انا ما تيهمونيش هذوك اللي ما باغيينش الحل، انا تيهمني الحكومه اللي خصها دير الحل، وتيهمني يعني داوين النيات الحسنه اللي خصهم يلقاو الحل. اما اللي تيصطاد في الماء العاكر واللي باغي يستافد من هذه الازمه، هذوك واحد الفئه معروفه ما تيهمناش، ولكن الا كانت واحد الفئه قليله غتاثر على الحكومه وتاثر على داوين النيات الحسنه داخل يعني الاساتذه وداخل التنسيقيات، هذا غيكون مشكل كبير وغيكون عائق بالنسبه لبلادنا. ما تنظنش انه زعما هاد الناس ما يكونش عقلاء وما يجلسوش للطاوله وما يلقاوش حلول معقوله، لان الان واحد 80% ديال الحلول دارت، بقات واحد النسبه خصنا نجلسوا عليها للطاوله، ولكن نجلسوا عليها والتلامذ يكونوا تيستافدوا. هذا راجع ماشي توجيه، حاشا يعني رايي، وتلتمس يعني من الاخوات والاخوه الاساتذه الاجلاء انهم يعني يرجعوا للاقسام وينقدوا ذاك الوليدات من سنه بيضاء. صحابي شهرين من الزمن راه تيتشات حالات معك، ان شاء الله نتمنى ان الامور توصل للحل. اذا وصل الحل واش ممكن، واش عندكم تصور كيفاش غادي تعوضوا الوليدات على الشهرين؟ لا انا التصور ماشي عندنا حنا، التصور كي حنا كبرلمان وربما كحكومه ما عندناش الحل، الحل كاين عند الاساتذه، لان الاساتذه النبلاء سمعت يعني في بعض التصاريح وفي بعض يعني النقاشات ديال الاساتذه هما مستعدين يعني ما يجلسوش لا ايام العطل ولا السبت والحد باش يعوضوا ذاك الوليدات، لان
الحل هو عند الاساتذه. الحكومه خاصها يعني تكون لينه في التعب. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.